دي الحلقة الـ40 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة. الحلقة دي هتكلم فيها عن الفقاعة العقارية ومخاطرها على الاستثمار العقاري. استشاري عقاري بالعاصمه الاداريه الجديده شركه ريال استيت جايد. مبدئيا الفقاعه العقاريه ديت معناها ان في معروض كتير من العقارات وفي نفس الوقت ما فيش طلب عليه، وده طبعا بيوصل هنا لانهيار اسعار العقارات وان القيمه بتاعتها بتقل. طيب السؤال هنا، هل ده حصل او بيحصل في مصر؟ الاجابه طبعا لا، وده طبعا ليه اسباب مختلفه. اول سبب وهو التعداد السكاني في مصر، وان نسبه الشباب حوالي 65% من سكان مصر، منهم يعتبر اللي هم قادرين على الشراء هنقول حوالي مثلا 3 او 4%، وده طبعا يعتبر رقم كبير جدا على فكرة. والسبب الثاني وهو فكرة الناس المقبلين على الجواز والثقافة بتاعتهم ان هم يشتروا شقق تمليك. والسبب الثالث والاهم وهو الاستثمار والحفاظ على قيمة الفلوس، فالناس هنا طبعا بتتجه ان هي تحط فلوسها في الاستثمار العقاري افضل بكتير طبعا من البنك. وانا هتكلم دلوقتي عن العاصمة الادارية على سبيل المثال، ان خلال ال7 سنين اللي فاتوا بس كانت الاسعار في السكن بتبتدي من 6000 و7000 من 2017 و18، ودلوقتي الاسعار وصلت من 10000 لحد 18000 بالنسبه للاستلام النص تشطيب. ولسه طبعا المشاريع ديت ما خلصتش بنسبه 100%، ولا العاصمه بالنسبه للمرحله الاولى خلصت بشكل كامل، ولا حتى لسه تم افتتاحها، ولسه كمان هيبقى في احداث كتير سواء في المرحله الاولى او في المرحله الثانيه والثالثه للعاصمه، هتكون طبعا مرتبطه بشكل مباشر في زياده الاسعار بعدها. فالعاصمه الاداريه تعتبر من افضل فرص الاستثمار في الوقت الحالي، لان الاسعار بتزيد فيها بمعدل سريع جدا، وطبعا الوقت في الحاجات ديت بيبقى عامل مهم جدا برضه. اكتر ميزه في العاصمه الاداريه هي انها تعتبر مشروع قومي بتدعمه الدوله بكل قوه، حتى في وقت الازمات زي الكورونا مثلا كان العمل هناك مستمر، والدوله بتبقى مهتمه طبعا بالمشروع بتاع العاصمه ان هو يتحقق في زمن قياسي على ارض الواقع، وده اللي حصل بالفعل. ونصيحه، الافضل ان حضرتك تتجه هنا دايما مع التوجه بتاع الدوله زي اللي بيحصل دلوقتي في العاصمه. انا بعتبر ان المعروض في العاصمه كتير، ولسه في مناطق كتيره ما اتفتحش فيها البيع، بس زي ما قلت لحضراتكم ان اللي اشترى من 4 سنين خد المتر ب 7000 و8000. دلوقتي المشاريع الجديدة اللي بتطرح في نفس المنطقة اللي فيها المشاريع اللي كانت طرحها من 4 سنين، الأسعار دلوقتي بدأت في المشاريع ديت اللي هي لسه في مرحلة اللونش أقل حاجة من 10000 جنيه، أقل حاجة، يعني يعتبر اللي اشترى من 4 سنين كسب كويس فعلا. ولسه كمان في زيادات في الأسعار هتحصل على المدى القريب والمدى البعيد، عشان كده بقول لحضراتكم إن الوقت عامل مهم جدا لتحسين فرصة استثمارك في العاصمة. وأنا بقول لحضراتكم إن المعروض في العاصمة كتير، بس المميز قليل جدا، واللي هيكون كمان مناسب للمتطلبات بتاعت حضرتك وللميزانية اللي حضرتك تقدر تدفعها كمقدم، والقسط اللي هتقدر تلتزم بيه هيضيق عليك طبعا الدايرة اكتر، عشان توصل في الاخر انك تشتري عقار مطبق عليه كل المعايير التميز للاستثمار الناجح، سواء في المشروع وتميز الوحدة داخل المشروع، وفي نفس الوقت يكون مناسب للميزانية بتاعت حضرتك. فالافضل هنا انك تلجأ لاستشاري عقاري يكون متخصص في العاصمة وامين في نفس الوقت، عشان يوصلك بافضل قيمة مقابل سعر، ويرشح لك المشاريع اللي تكون مطبقة كل المعايير التميز اللي تسهل عليك بعد كده الإيجار وإعادة البيع بأفضل مكسب ممكن. وطبعا يشرفني إن احنا نتعاون مع بعض، ولو في أي استفسارات عند حضراتكم رقمي هنا ظهر على الشاشة متاح عليه الواتساب، وفي لينك موجود في أول الوصف، وحضرتك مجرد ما تضغط عليه بيوصلك مباشرة على الواتساب الخاص بيا. خدمة مجانية وتحت أمر حضراتكم في أي وقت. شكرا.